رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. نحكيوهم توا اكيد جلسة عامة انتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد، ما سمع بها حتى حد برامو، نجم نسميه حتى جلسة عامة خلصة، هذا اقل وصف نجم نسميه بها باعتبار انه لا سمع بها الاعلاميين لا متابعين لا مش متابعين. اكثر تفاصيل اخذوها على الموضوع هذا، شنو الكواليس، شنو صار بالضبط، من عند الاعلامي الاول المختص في كره اليد في تونس، زميلنا من صحيفه الشروق منير الزويبي. منير اهلا بك. مرحبا اسلام، ومرحبا كيف مستمعين اكسبريس اف ام. صحيح الوصف ولا منير خلصه ولا قبل الوصف هذاك؟ انا مش الاعلامي الاول، لاني بما اني كان جيت الاعلامي الاول راني في بالي على الاقل بخبر عقد الجلسه العامه الانتخابيه اللي احنا ننتظر فيها معناها منذ فتره طويله، تقريبا سنه منذ منير هو النيابيه نتاع الجلسه العامه نتاع المكتب الجامعي هذايا في 31 اكتوبر 2020. بكلنا كنا ننتظروا معناها هو يا منير لا اسمع للاعلامي الاول للاعلامي الاخر، حتى حد ما سمع ولا لا الاعلامي لا فما ابارامون فما سمعت انسان يدعي انه اعلامي يقول انه في باله بالجلسه العامه الانتخابيه ويتبجح بذلك للاسف الشديد، والناس هذوما الاعلاميين من نوع هذايا ما يشرفوا ناس كاعلاميين، وربما نعتبروهم دخلاء على المهنه لانه ابسط معنى اخلاقيه المهنه والحرفيه تغيب عن ناس كيما هكا اللي يقول لك عندي خبر مهم جدا كيف هكا ويتكتم عليه او يسعى للتمويه معناها على موعد الجلسه العامه لغايات ربما لخدمه المكتب الجامعي لمصالح شخصيه. شخصيا معناها اسلام باش نحكي لك معناها شنو صار معايا، لاني نتابع ونتفائل كيما الناس الكل على موعد الجلسه العامه الانتخابيه. قبل موعد غلق الترشحات يوم 19 يوم الجمعه الفارط، اتصلت انا نهار الاربعاء 17 فيفري حاولت اني نتصل برئيس الجامعه، طلبته 3-4 مرات 5 مرات والاجابه كانت بميساج جو تو رابيل، فهمتني؟ حاولت نتصل بمعاذ بن زيد كذلك، يسوني التليفون ما يهزش، في اكثر مناسبه حاولت نتصل به لانه عندي وصلتني بعض في المعلومات عن انه موعد الجلسه العامه سيكون او مقترح ليوم 7 مارس 2021. نجحت في الاتصال بالعضو الجامعي ماهر بن عثمان. معناها وهذه شهاده للتاريخ وباش نحكيها، واللي ماهر بن عثمان من الاعضاء الجامعيين اللي نحترمهم برشا كما نحترم كل اعضاء الجامعه. ماهر بن عثمان انسان كل دائما نتصل به ناخذ معلومات صحيحه، لكن للاسف اسلام وقعت مغالطتي في المعطيات وفي موعد الجلسه العامه، لانه وقت اللي انا نتصل بك انت تقول لي انه بعثنا للوزاره وبعثنا للاتحاد الافريقي وبعثنا للاتحاد الدولي وما زلنا ننتظر موافقه الهياكل هذه باش نعينوا موعد الجلسه العامه، في الوقت اللي انت البلاغ صدر يوم 7 فيفري وانت تعرف اللي موعد الجلسه العامه معناها حدد رسميا ليوم 7 مارس في مدينه نابل، وانت وقعت مغالطتي بهذه الطريقه، وانا معناها نعتذر معناها صراحه من القراء ومن الراي العام اللي عندهم ثقه في كتاباتي وفي مصادري، لانه انا نقول على الملا، لانه بعض الاطراف اسلام حاولت ان تتهمني انا كذلك بالتعتيم على موعد الجلسه العامه، وهذا غير صحيح لانه كتبت للمقال بعنوان في شكل تساؤل هل تكون الجلسه العامه يوم 7 مارس، وهي في الحقيقه يوم 7 مارس فعلا، لكن العضو الجامعي ما حبش معناها يعطيني المعلومه. عاودنا مهم جدا الكلام اللي قلته، مهم جدا الكلام اللي قلته منير، شنو قال لك حرفيا بالليل وكان تعاود لنا ماهر بن عثمان؟ هذا للتاريخ اسلام معناها باش انسان يكون واضح، احنا ايش نقول، انا ايش قلت معناها؟ حضر الاعلان وغاب الاعلام، حضر الاعلان لانه الفيدراسيون اللي هي غير مخول لها اصلا ان تعلن على موعد الجلسه العامه وتهبط البلاغ، لانه الاشياء هذه مكلفه بها اللجنه المستقله للانتخابات، لانه حضر الاعلان وقاع الاعلان في يوم احد، معناه تصوره اسلام جلسه عامه
لجامعة كرة اليد، ينتظرها الإعلام الرياضي، ينتظرها الرأي العام، تنتظرها الأندية، تنتظرها الناس الكل، يقع الإعلان عليها في معناه بتلك الطريقة. هو منير أي من الزملاء أنه يكون عنده المعلومة أنه الجلسة العامة وقع برمجتها اليوم 7 مارس، والناس الكل وقتاش نفيقوا بعد غلق بيت الترشحات منير نهار 19 نهار السبت 20 فيفري. الناس الكل تعرف معناها، وجاتني أنا المعلومة وكما ريتوا معناها هبتها وعلاش تصير زجدة بتلك الطريقة معناها إسلام نتسائلوا معناها إذا كان ما فهمش حكاية وما فهمش معناها تلاعب وما فهمش معناها معناها بيقول قائل بلاغ جلسة عامة منير تلقاه في البلايص الكل. يا منير هو اللي استغربته أنا، زميلنا وليد العوجي ظهر لي وأنت تبع وتعرف ما يفوتوا. خلينا نكمل السؤال منير، خلينا نقول لك وليد ما يفوتوا حتى شيء، ظهر لي الايميلات يوصلوا حتى ماضي ساعة ونصف الليل، ظهر لي في أقل الأخبار يوصلوا الصحفيين. هو زميلنا معناه إسلام، زميلنا وليد العوجي وقت اللي يعطيه بلاغ ولا يعطيه معناه خبر، ولا وليد العوجي كذلك وقع التعتيم عليه وما عطاوش المعلومة هذه. وأنا ننزه وليد العوجي أنه يكون عنده علم بموعد الجلسة العامة ولم يمد بها معناها الصحفيين كما تعودنا من وليد كل الأخبار كل المعلومات معناها تكون في موعدها، البلاغات الكل توصل، قرارات لجان التأديب، قرارات معناها كل القرارات اللي تصير كان وليد يعلمنا بها. معناها اليوم تحل مثلا الايميل تلقى وليد العوجي بعث لنا القائمه نتاع المنتخب والتربص وكل ما يهم المنتخب. اذا وليد العوجي نعتبر انه شخصيا انه ما كانش على علم بموعد الجلسه العامه. ونزيدك اغرب من هكا، عديد المترشحين في قائمة مراد المستيري لم يكونوا على علم بموعد الجلسة العامة ولا حتى بإصدار البلاغ. معناها شيء غريب جدا، معناها صراحة نحب نأكد أنا لا أشك في أنه النية كانت نحو التعتيم وإقصاء معناها بقية المترشحين والمتنافسين، لأنه اليوم كي تشوف معناها السيناريو السيء معناها اللي في شكل صراحة مسرحية سيئة الإخراج، وتشوف فما قائمة أخرى معناها منحبش نقول معناها نوصفها أنا كرتونية أو معناها جابوهم اليوم معناها إسلام منذ قليل نطالع على صفحات الفيسبوك نلقى عضو مترشح في قائمة الهادي الشناوي شنو يعمل إسلام؟ يهبط معناها مقال طويل وعريض يدافع فيه عن المكتب الجامعي. تصور في أعتى الديمقراطيات معناه إنسان يكون متنافس لقائمة مراد المستيري يدافع بكل قوة وبكل شراسة عن المكتب الجامعي، ما هذا؟ استبلاه معناه، استبلاه للناس العباد المتابعين. ما هذا؟ وقائمة الهادي الشناوي معناها بكل احترامي للأستاذ الهادي الشناوي صديق وأعتز بصداقتي، وهو إنسان محامي فاضل ومحترم ومعناها من المسيرين المعروفين في منوب ويخدموا في خدمة كبيرة برشا. استغرب أنه يقبل أنه يكون ديكور وأنه يكون ينخرط في مسرحية كي من هكا توسيء له ولفريقي ولتاريخي. معناها القائمة اللي عملها والله لو رينا فيها أنه قائمة جدية وقائمة تضم أسماء قادرة على خدمة كرة اليد سندعمه ومعناه ونحترموه ونحترموا الناس اللي مترشحين معاه، ولكن القائمة من جملة 16 نأكد لك معناه أنا بحثت في تاريخ معناه حاولت نعرف شكونهم المترشحين معاه، معناه سميت لك منهم عادل شقير معناه مسؤول في اولمبي في الجمعيه النسائيه بالمستير معناها تقريبا يمكن من 16 يمكن فما ثلاثه تنطبق عليهم الشروط ويمكن معناها يكونوا موجودين عندهم الحق يترشحوا. معناها فما ناس عمرك ما تسمع بها، فما ناس ما عندهمش يوم مع المنتخب الوطني، فما ناس فريمون معناها نزيدك اغرب من هكا اسلام انه ثم مسؤول في لجان الجامعة يخدم موجود في القائمة نتاع الهادي الشناوي، فهمتها؟ وين باش ترسي الأمور؟
وين باش توصل الامور؟ شنو باش الحل؟ شنو باش يصير توا منير؟ الخبر اللي عندي انه الصباح معناها صارت جلسه بوزاره الشباب والرياضه اسلام، كان فيها متواجد المدير العام للرياضه معناها ومعاه وزير الشباب والرياضه، التقاو بياسين بودينه، كريم الهلالي ومدام ليلى الزراع، وقع تداول الموضوع هذايا اللي السيدة الوزيرة سهام العيادي طلبت معناها من المتفقد العام لوزارة الرياضة أنه يعطيها تقرير بهذا الخصوص. نحب نرجع معناها نقول اللي حسب اعتقادي الشخصي 90% لأني مانيش خبير في القانون، 90% من الإجراءات اللي قامت بها من الجامعة هما قانونيه، اجراء قانوني تبع القانون، وانا نعرف الاستاذ معاذ بن زيد معناه كفاءه كبيره في القانون وهذا لا يخفى على احد، وكان اكيد احترم الاجراءات وطبق القوانين، ولكن احنا نناقشوا من الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الرياضيه، لانه الرياضه تبنى على الاخلاق وعلى التنافس النزيه، وخاصه في بلاد معناه عرفت النقله الديمقراطيه كيما هكا، عيب معناه عيب اللي صاير معناه قائمة مراد المستيري إسلام يمكن باش نفاسك، وهذا يا رأيي باش نعطيك، أنا أتوقع اكتساح وفوز قائمة مراد المستيري بأغلبية ساحقة، لأنه تضم كفاءات وخبرات كبيرة جدا، ومن العيب أنه يدخلوا اليوم للمكتب الجامعي بهذه الطريقة وبهذه الفضيحة. معناها كي نشوف معناها كي نلقى في قائمة السيد مراد المستيري مع عدد أعضاء اللي كانوا موجودين، كي تشوف اليوم دخول زياد النطاط مسؤول بارز وكفاءة عالية جدا في التدريب، كي نلقاو سي حمادي والناس لاعب دولي سابق ومن المسؤولين اللي عندهم أفكار ينجموا يطوروا كرة اليد، كي نشوف راضي الحومة معناها مسؤول في جمعية الحمامات تقريبا 40 سنة 50 سنة خبرة في مجال التسيير، وإنسان كفء وعنده ما يقول وما يقدم. كي نشوف مدام هنا القناوي قائمة معناها تضم خيرة الأسماء الموجودة في لخدمة كرة اليد التونسية، شنو اللي يمنع؟ شنو استو خوف هذايا من قائمة من القائمات الأخرين؟ يا خويا هذه كرة يد وهذه رياضة، علاش ما تخليش باب التنافس؟ باب التنافس النزيه، وانت اذا اختاروك الانديه، وانا نعرف معناها شنو عملت شنو عمل المكتب الجامعي هذايا في الفتره الاخيره، نعرفوا معناها توزيع الهدايا يمينا وشمالا في الغاء النزول والصعود المجاني، نعرفوا لا اشك شخصيا، هذايا نحكي لك رايي الشخصي اسلام، لا اشك في انه قائمه مراد المستيري ستمر وستفوز بالانتخابات معناها بنسبة كبيرة جدا، لأنه اللي صار أنه أغلبية النوادي ديجا معناها مع المكتب الجامعي هذا، ولكن نرجع ونقول لك أنه العملية اللي صارت ما كرهاش تصير، وأنا أدعو مراد المستيري وقائمتي وكل من معه للتراجع عن ذلك وفتح باب الترشح والتمديد في الأجيال لتمكين جميع عائلة كرة اليد من الترشح والتنافس حسب البرامج. التنافس حسب البرامج وتقييم المرحلة الفائتة، لأنه كرة اليد بحاجة لكل الناس حتى معناه يتنافسوا بالبرامج ويتنافسوا، والفائز وليكن معناه شرعية الصندوق تخلي المكتب الجامعي يخدم. معناه اليوم أنت إذا باش تدخل بالطريقة زي ما فهمتش شنو الأرضية والأجواء اللي عملتها لروحك واللي وفرتها باش تنجم تخدم وتحسن كرة اليد في أجواء مشحونة، في أجواء إقصائية، في أجواء بطريقه هذه. واضح، يعطيك الصحة منير، إن شاء الله يراجعوا رواحهم بالطبيعة، ما نحبوش يصير كيما هكا في انتخابات إن شاء الله كنا نسنوا فيها عندنا مدة، خويا يدخل الناس الكل يتحطوا الكوارت نتاعهم على الطاولة باش يربح صحة ليه، لكن بطريقة هذه عيب كبير من جميعة كرة اليد، ويدبر حومة في فلاش بوس وبعد ما واصلين في آخر نص ساعة من حصتنا اليوم.